طب هقول دكتور صفوت عبد الغني اتفضل معانا، عرفنا ما حدث اليوم وما سوف يحدث غدا او الجمعه القادمه ان شاء الله. هو اللي حدث اليوم هي فعالية من ضمن فعاليات التي تعترض عما يحدث الآن في مصر. نحن ضد أن يحتكر أحد الثورة، ضد أن يحتكر فصيل بعينه الحديث باسم الثورة، ضد أن يلتف فصيل بعينه حول الإرادة الشعبية. احنا نعتقد أن ما يقوم به يعني قلة من شباب الثورة هي محاولة أظنها فاشلة من أجل الالتفاف على إرادة الشعب. نحن مع احترامنا لكل المطالب التي ينادون بها الفقراء أولا، نقول نعم محاكمة عاجلة لرموز النظام، نقول لهم نعم الثورة أولا نعم، تطهير القضاء نعم، ولكن مع كل هذا لا يصح أن نسعى إلى تفكيك الدولة. ما يحدث الآن في اعتقادنا أنه محاولة لتفكيك الدولة، تفكيك السلطة القضائية، تفكيك للسلطة التنفيذية، تفكيك للمؤسسة العسكرية، بمعنى أن يحدث هدفهم يعني أن يحدث فوضى في المجتمع، بالتالي يحول ذلك دون إتمام الخيار الديمقراطي من أجل إجراء انتخابات لانتخاب حكومة تنفيذية وتشريعية تحكم البلد. فبالتالي نحن نقول نحن مع هذه المطالب، ولكن دون التفاف على الإرادة الشعبية ودون التفاف على الخيار الشعبي. البلد لن تقوم ولن تبنى إلا إذا كانت الانتخابات في موعدها، إلا إذا كانت هناك حكومة منتخبة، إلا إذا كان هناك مجلس تشريعي منتخب، عندها نستطيع أن نطالب الحكومة ومجلس الشعب باستراتيجية واضحة محددة من أجل أن يكون الفقراء أولا، من أجل أن تكون الثورة أولا، من أجل تحقيق إنجازات الثورة. ولكن التفكيك دون البناء هذه هي الفوضى بعينها. هل في أشخاص معينة سوف ترفع عليهم قضايا كما حدث الشيخ عاصم عبد الناجي قال في اللقاء على صويرس يعني بالأخص؟ والله يعني أظن أن الشيخ عصام أرجع ذلك إلى حين وجود حكومة منتخبة تنظر في كل السلبيات التي حدثت خلال هذه الفترة. أظن أنه يستحيل الآن تنفيذ هذا، ولكن عندما توجد حكومة منتخبة عليها أن تقيم ما حدث، عليها أن توضح للشعب حقيقة أهداف الجميع، ثم بعد ذلك إذا كان هناك ما يستأهل تحويل أحد بأي تهمة فهذا من حق الحكومة المنتخبة. هل يتم النزول إلى ميدان التحرير من الآن أم الجمعة القادمة؟ إن شاء الله من الجمعة القادمة، ولكن لدينا الآن مجموعة في ميدان التحرير موجودة حاليا، فالوجود هذه الجمعة وجود رمزي، ولكن المليونية الأساسية إن شاء الله يوم 29. شكرا دكتور.